لا يخفى عليكم جميع قضايا التي تمس المواطن الكويتي والشعب الكويتي هي بالنسبة لي أولوية. إذا يعني تساءلنا لماذا يهاجر المواطن الكويتي برا الكويت، الكثير من الأسر الكويتية المتعففة يعانون. رفع الظلم والمعاناة عن ذوي الدخل المحدود، المرأة الكويتية حملتني مسؤولية كبيرة في جميع قضاياها الإسكانية، وأيضا المرأة المتزوجة من غير كويتي وأبنائها. بإذن الله بإذن الله إذا وصلت لغبة عبد الله السالم هذه القضايا راح تكون أولوية، والعديد من القضايا التي تمس الشارع الكويتي بإذن الله. تعديل التشريعات بما يتناسب هذا الزمن، وأيضا بما يتناسب برؤية كويت 35، وضع حلول جذرية وليست حلول ترقيعية لاستراتيجية ورؤية حقيقية نقدر المواطن البسيط يقدر يرمسها على أرض الواقع. ملف ذوي الإعاقة ومعالجة الخلل في ملف المتقاعدين بما يتناسب الخطة المستقبلية للتنمية. فأنا أرى أن لا يوجد لدينا مشكلة في التركيبة السكانية. لو طبقنا القانون بحذافيرة وكان له هيبة، ما أظن أن احنا كنا راح نعاني اللي عانيناه في مرحلة كورونا وهذا الكم الهائل من الوافدين الموجودين عندنا. إخواني وأخواتي الناخبين، وأخص بالذكر الدائرة الثالثة، هذا وقتكم وهذا يومكم. أتمنى من الجميع أن احنا نبتعد عن القبلية والطائفية والمصالح الشخصية. اختاروا الشخص الأمين الصادق اللي عنده خطة مدروسة. خلونا يكون هدفنا واحد، هو فقط الكويت ومصلحة الكويت. إذا صلح أمرنا فصلح أمر الكويت.